وأنا طلبت في عدة لقاءات أسسوا شيخنا حتى يصح لقاءاني وأبقاءاني وخلقاني أن يبحث مصالحه بالتشكيل على حسابي. يحق لنا أن نسوي مع رئيس الآن، لو مع خامنائي، لو مع سعود، لو مع جابر، لو مع أردوغان، لو مع بايدن؟ ليش إحنا ولد الخايبة يقعدون ببيوتنا؟ إيران تبحث كدولة عن مصالحها كبقية دول العالم التي تبحث عن مصالحها. اليوم إيران تغيرت الواقع، لديها مشاكل داخلية. خليني أوقف وياك بهذه النقطة حتى تكون الرؤية واضحة. هل يحق لبرهم صالح أو للكاظمي أو للمالكي يجلس مع الحكومة الإيرانية عندما رشحوا رئيسي ليضمن حقوق العراقيين ومصالح العراقيين في حكومة رئيسي قبل التشكيل حتى يصح لقاءاني وأبقاءاني وخلقاني أن يبحث مصالحه بالتشكيل على حسابي؟ هذا خطاب إلى الرأي العام يا دكتور علاء. يحق لنا أن نسوي مع رئيس الآن، لو مع خامنائي، لو مع سعود، لو مع جابر، لو مع أردوغان، لو مع بايدن؟ ليش احنا ولد الخايبة يقعدون ببيوتنا؟ لأنهم يبحثون عن مصالحهم دكتور. عيوني انت، اولا انت تفرض فرضيات ما ادري من وين جايبها، يعني ما اعرف من وين استاذ نجم تجايب الفرضيات. يعني حضور السيد الكاظمي او حضور برهم حضور بروتوكولي عادي، عندما يدعون لكل تنصيب رئيس يروحون، ما لها علاقة انه راح او قال. والدليل على هذا انه لحد الان هم يعالجون الكاظمي. نعم. الان نعم. الكاظمي وبرهم صالح لو مثل ما تفضل به. نعم. لا ماكو داعي لا يجي قاني ولا غير قاني. لاستلموا مناصبهم برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. تمام. ما هو اكو اشكالية الان في الداخل، فاحنا هذولا اولا لما راحوا ما لهم علاقة بهذه القضية. اولا ندخل القضايا في بعضها بحيث انه احنا نوهم الاخرين على انه اكو شيء قضية. يعني الان احنا اليوم لما نقول انه الامارات على سبيل المثال اجتمعت او السيد اردوغان اجتمع بعض القيادات، معناه احنا نتهم القيادات؟ لا، اكو مصالح دوليه واكو يعني جسور يجب ان تمتد مع هذه القياده او يجب، هذا بالعالم كله موجود. نعم. لكن دعني اعقب على قضيه مهمه جدا في قضيه المعارضه والحكومه. نعم. لسماحه الشيخ شيخنا العزيز، انت قلت انه المعارضه، شوف المعارضه في كل دول العالم اكو بالنظام الديمقراطي مرتكزات مهمة يجب حقيقة أن يتخذها كل يعني داخل في العملية الديمقراطية. في العملية الديمقراطية في الحكومات دائما عندما تتولى الأغلبية حكومة. نعم. الحكومة والسلطة، هناك حكومة تسمى حكومة الظل، هي اللي يسموها بالإنجليزية shadow government. حكومة الظل ماذا؟ حكومة الظل هي عبارة عن حكومة مشكلة لكل وزير يكون أكو وزير ظل. يعني على سبيل المثال اكو عندنا وزير التعليم، انا سامع هذا عنده كامل من عندك، هذا اللقاء اللي تتكلم فيه كله سامع. احسن شيخنا، اذا احنا ما عندنا هذا الشيء حتى نروح للمعارضه، احنا ما نريد نروح للمعارضه، فخلونا نكون اكثر واقعيه. احنا نريد ناسس الى قضيه، احنا يهمنا نجاح هذا البلد، احنا يهمنا انه تنجح الحكومه. ثق انا يعني انا شخصيا ماكو يشهد الله علي منذ اليوم الاول. إذا تسمح لي أقتبس لك أستاذ علاء، ثواني أستاذ، أقتبس علاء لك من مقولة أحد البرلمانيين. تسمح لي، أحمد الكناني فضل. نائب عن صادقون سابقا. نعم. يقول نعم. أنا عندنا اعتراض على مدير عام أو على أحد المناصب الخاصة أو الدرجات الخاصة، قدمنا نعم. نحن عدد من البرلمانيين استجواب إلى السيد الحلبوسي عندما كان في الدورة السابقة لعدة مرات. الكون انه هذا الشخصية لديه علاقة مع احد اطراف الرئاسات الثلاث لمدة ما يقارب سنتين، نحن نريد ان نستجوب او نسأله، ما سمح لنا وتركت هذا الاستجواب في الادراج. لذلك انا اقول ليس لدينا الان فكر وتوجه ومعرفة المعارضة، وأنا طلبت في عدة لقاءات أسسوا شيخنا إخوان سياسيين فقهاء السياسة، اكتبوا لنا مفهوم المعارضة. سيدنا شيخنا نعم. الجليل، انطوا فرصة للسيد مقتدى الصدر، انطوا فرصة. إذا فشل والله كل إحنا نصير ضده، وإذا نجح فإحنا نريد نجاحه. زين ماذا يعني؟ اسمح لي، أنتم بدولة القانون ماذا تريدون؟ هل تريدون أن تفشل الحكومة؟ بالتأكيد لا، تريدون أن تنجح الحكومة. يعني في دولة القانون كان عندكم فرصة كبيرة جدا، 8 سنوات أنتم في دولة القانون تتمتعون بسلطة كبيرة جدا، بسلطة تنفيذية، وبالتالي
كان اكو بعض الاخفاقات واكو نجاحات، خلينا نكون يعني واقعيين. اجاوبك على انا راح اقول لك انا كنت في الدوره الاولى، انا كنت في الدوره الاولى للسيد المالكي، عرفت، وتشهد قناه الجزيره، كنت ادافع عن هذا الوضع وادافع عن هذا يعني هذا العمل، عرفت. لكن في الدوره الثانيه لما يكون اكو اخفاقات، انا الان يعني كمراقب للشان، كاعلامي، كصحفي، سميني ما شئت، يجب ان اضع يعني اصبع على الجرح، اقول هذا غلط وهذا صح.